Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is physiology lecture number 10. The title is Diabetes mellitus and the metabolic syndrome. These are the lecture objectives, and it's quite clear that this lecture is designed for the student to understand the types of diabetes, which is type 1 and type 2, and to differentiate between the two types and to understand how can the metabolic syndrome precipitate diabetes. Now let's understand first of all what do we mean by diabetes mellitus. So definition: diabetes mellitus is a syndrome of impaired carbohydrate, fat, and protein metabolism caused by either lack of insulin secretion or decreased sensitivity of the tissue to insulin. التعريف واضح أعزائي الطلبة أنه مرض الدايابيتس ميلايتس هو ليس مرض من نوع واحد. المرض يسمى بالعربي disease، لكن هنا احنا حنقول syndrome، يعني مجموعة عوامل أو ممكن يكون أكثر من حالة كلها تصب وتؤدي إلى حصول الدايابيتس. في الدايابيتس هناك يمكن فهم خاطئ أنه المشكلة هي فقط مع الجلوكوز، لكن في الحقيقة هو ديفكت بالميتابوليزم ككل. ففي هناك حالة impairment أو إعاقة للكربوهيدرات ميتابوليزم، للفات ميتابوليزم، للبروتين ميتابوليزم. وعلة الدايابيتس هي وحدة من اثنين، رجاء تذكروا ذلك: إما هناك نقص في إفراز هرمون الإنسولين، أو الإنسولين متوفر لكن الخلايا لا تستجيب للإنسولين لعلة في الريسبتورز. ففي الحالتين كأنما الخلايا لم تستلم إشارة من الإنسولين وحيحصل التغير في الميتابوليزم. قبل الدخول في التفاصيل أكثر أحب أذكر لكم فد شيء تاريخي يمكن طريف. كثير من الناس لما يقولون دايابيتس رأسا يفهمون انها مرض السكري، لكن في الحقيقة باللغة اللاتينية دايابيتس مقصود بها مرض كثرة التبول بغض النظر عن النوع او الاسباب. اي حالة تبول كثير باللاتيني يسموها دايابيتس. والأطباء القدماء عبر التاريخ بعدين اكتشفوا أنه هناك حالتين من الدايابيتس. اكتشفوها بظاهرة بسيطة، أنه بول المريض في بعض الأحيان يأتي ويتجمع عليه النمل، وهذا فشيء طريف في التاريخ. والنوع الثاني اللي لا يأتي النمل عليه. بعدين اكتشفوا أنه الدايابيتس اللي يؤدي إلى ظهور السكر في البول واللي يجلب النمل، فهذا هو اللي سمي بعدين من علماء الطب القدماء دايابيتس ميلايتس. أما دايابيتس الثاني اللي أخذته لما درستوا البوستيريور بيتويتري هرمون، واللي يكون بسبب نقص هرمون آخر اللي هو الاي دي اتش اللي هو الانتي دايتيك هرمون، هناك زيادة في التبول بسبب عدم سحب الماء للجسم، فيكون البول كأنما ماء أو بول مخفف جدا كالماء. طبعا هذا ما بي أي أتراكشن للنمل. فهاي هي الطرفة التاريخية اللي ميزوا بها العلماء بين أنه الدايابيتس نوعين. ما سندرسه هنا هو الدايابيتس ميلايتس، لكن أغلب الناس لما يسمعون كلمة دايابيتس ويسكتون يقصدون فيها الدايابيتس ميلايتس. الآن على جميع طلاب الطب أن يفهموا أنه هناك نوعين من الدايابيتس ميلايتس، تسمى تايب 1 دايابيتس وتايب 2 دايابيتس. التايب 1 هو بسبب عدم وجود إنسولين في الجسم أو النقص في إفراز الإنسولين إلى مقدار كبير، وسببه أنه البيتا سيلز
في الايسلتس اوف لانجرهانز تتدمر، فالمصانع دمرت، الانسولين افرازه قليل، وهذا هو النوع الاول من الديابيتس تايب 1، وهذا النوع هو الاقليه في مرضى الديابيتس على وجه الارض. المصابين بهذا المرض ما يتجاوزون 5% من مرضى الديابيتس. النوع الثاني هو النوع الشهير واللي حتشوفوه في المجتمع بمستوى عالي، اللي هو تايب 2 ديابيتس. النوع الثاني هذا، نأتي إلى النوع الأول من الديابيتس اللي هو الديابيتس ميليتس تايب 1، أو كما يسمى The Insulin Dependent Diabetes Mellitus. السبب كما قلنا أنه البيتا سيلز تدمر، وحديثا بدأوا يصنفون هذا النوع إلى تايب 1A وتايب 1B. التايب 1A اللي هو عادة يكون immune mediated، اللي سبب التدمير للبيتا سيلز هو وجود autoimmune disease او autoimmune disorders. المقصود بذلك انه اذا فحصنا دم الانسان المريض بهذا المرض نلاحظ وجود antibodies تهاجم البيتا سيلز في البنكرياس وتؤدي الى دمار البيتا سيلز، ولهذا يسمى immune mediated. والنوع الثاني ما نلقي antibodies، لكن هناك استعداد لسبب مجهول لديجنريشن ودمار للبيتا سيلز، وهذه تسمى تايب 1B او الايديوباثيك او النون اميون ريليتد دايابيتس ميليتس او تايب 1. الستاتستكس والبحوث الحديثة في اليونايتد ستيت وبيوروب تقول انه 90-95% من مرضى التايب 1 هو بسبب وجود antibodies في جسمهم، يعني immune mediated أو تايب 1A. اللي ملاحظ على هذا النوع أنه أغلبهم يظهر فيهم الديابيتس وهم أطفال. لا تفهمون خطأ أعزائي الطلبة أنه هذا المرض في الأطفال فقط، لا، هو ممكن يظهر في أي عمر، في أي عمر ممكن فجأة تتكون antibodies وتدمر البيتا سيلز، لكن الغالبية الساحقة من اللي عندهم هاي الحالة تظهر وهم أطفال، طفل عمره 5 سنين 6 سنين وفجأة يظهر فيه الديابيتس. ولهذا بعض الكتب تسميه juvenile diabetes mellitus. juvenile يعني طفولي. كيف تعرفوه؟ كيف الظاهرة اللي تبدأ بالمجتمع؟ القصة دائما تبدأ بهذا الشكل، تأتي أم أو يأتي أب ويجلب ابنه للطبيب، يسأل الطبيب ويقول له ما المشكلة، يقول له والله ابني كان طبيعي، صحيح هو كان يتبول لما كان صغير جدا، يتبول على روحه في الليل في السرير، لكن الحمد لله درب وكبر، ولما صار عمره 2 و3 أصبح يتوقف عن التبول وأصبح يسيطر، ثم فجأة عاد يتبول في سريره ليلا. ويظن الأب أو الأم هل هذه حالة نفسية يعاني منها الطفل؟ وبعد الفحص يتبين أنه الطفل بدأ يشكو من هاي بلد شوغر، وانه هذه حالة juvenile diabetes. اغلب الاحيان تبدأ القصة هكذا. هل له يعني استعداد وراثي؟ البحوث تقول 3-4% من الاطفال اللي يصابون بالديابيتس ميليتس تايب 1 ابائهم كذلك مصابين بالديابيتس. طبعا 3-4% نسبة قليلة، كل إحصاء أقل من 5% يعتبر insignificant. إذن ليس بالضرورة الأم والأب يكونون مصابين حتى يظهر في الأطفال، أحيانا يظهر هكذا، الأم سليمة والأب سليم وما في عندهم أي مشاكل في العائلة، ثم فجأة يحصل هذا. من الملاحظ على التايب 1 هو
السرعة الهائلة في تكون الكيتو أسيدوسيز والميتابوليك أسيدوسيز في هؤلاء الأطفال. طبعا هم حيعيشون على الإنسولين لأنه البنكرياس ما يفرز إنسولين، فنضطر أن نعطيهم لكل بقية حياتهم كعلاج الإنسولين. بمجرد ما تتأخر الجرعة أو نسيان أو لأي سبب، خلال ساعات حيصير عند الطفل كيتو أسيدوسيز أو ميتابوليك أسيدوسيز. نستمر في الكلام عن تفاصيل الدايابيتس تايب 1. كما ذكرنا، بما أنه البيتا سيلز دمرت، لا علاج لهذا المريض إلا بإعطاء إنسولين خارجي. فعلاجه أن يأخذ يوميا إبر إكزوجينوس إنسولين ريبليسمنت to reverse the catabolic state, to control blood glucose level, and to prevent ketosis. أحب أعزائي الطلبة أن تعرفون أنه الإنسولين اللي نستعمله حاليا هو الإنسولين البشري، ليس كما كان يستعمل قبل 30-40 سنة اللي كان إنسولين نأخذه من الحيوانات مثلا البوفاين إنسولين أو غيره. الحمد لله بعد ما تم معرفة تركيب الإنسولين البشري وعرف الجين، فأصبحت الآن المصانع تنتجها، يحقنون البكتيريا بالجين المطلوب للصناعة، وتبدأ البكتيريا تصنع هذا الإنسولين ويصنع. وباعتبار الإنسولين هو بوليبابتايد، فلهذا لا يمكن كبروتين، لا يمكن أن يؤخذ عن طريق الفم إلا يؤخذ عن طريق الإبر. وهسه أكيد يعني درسوكم في الفارماكولوجي إنه الإنسولين حديثا هو ليس فقط الإنسولين الأصلي اللي هو السولوبل إنسولين. السولوبل إنسولين كما ذكرنا في المحاضرة السابقة يعني الهاف لايف عنده قصير، 5-6 دقائق. لهذا يعني إذا نعطيه إنجكشن خلال ساعتين تقريبا يكون تأثيره شبه زال من الجسم، لأن مع كل مرور 5 دقائق الكونسنتريشن راح للنص، فإلى أن يختفي ولا يبقى له دور في الجسم. فالآن هناك إنسولين بطيء العمل، في إنسولين يشتغل 8 ساعات، في إنسولين يشتغل 12-18 ساعة، في إنسولين يشتغل إلى حد 32 ساعة. فالتعامل مع هؤلاء المرضى يجب أن يكون بحذر. في البداية نحسب لهم قديش يحتاجون إنسولين خلال 24 ساعة، بالبداية نحسب على السولوبل إنسولين قديش يحتاجون، بعد ما نعرف خلال 24 ساعة جسم هذا الإنسان إيش قد يحتاج، بعدين نقلبه إلى الإنسولين طويل الأمد مثل اللينتي إنسولين وغيره، وننطيه تقريبا 1/3 الكمية. يعني إذا حسبنا أنه مثلا هو يحتاج 90 يونت بالأربعة وعشرين ساعة، لما نقلبه إلى الإنسولين طويل العمل يمكن حتكفيه 60 يونت. وفي الغالب الأطباء 60 يونت حيقسموها مثلا إلى 40 تؤخذ في الصباح قبل الفطور، و20 تؤخذ في المساء قبل العشاء، ولا نعطي جرعة عالية ليلا اطلاقا خوفا من حصول الهايبوغلايسيميا الخطرة القاتلة، وخصوصا لما بالليل يكون الانسان نايم، فهو نايم وعنده هايبوغلايسيميا ما لحد حس عليه، وتكون المصيبة ديزاستر. لهذا الجرعة العالية نعطيها صباحا لما الانسان يكون اويك، والجرعة الصغيرة نعطيها مساء، نطلب أن يكون عشاء مبكر ويأخذها قبل العشاء حتى هناك فترة طويلة بين إعطائها وبين فترة النوم. كل هذه المعلومات حتدرسوها إن شاء الله بعدين في الميديسن مستقبلا. ماذا يحصل للمريض؟ الجواب إذا طلع الجلوكوز بالبول، ويعني جلوكوز يوريا معناها عرفوها سلفا أنه منسوب الجلوكوز بالدم عبر حاجز 180 ميلي جرام بير ديسي لتر، وهذا اللي نسميه الثريشولد بالنسبة للكدني. أرجو أن تكونوا درستوا هالمعلومة لما درستوا يعني الموديول تبع الرينال سيستم. لا يخرج الجلوكوز رأسا، لأن في البداية
قدرة الريابسوربشن عالية بالرينال تيوبيول وتسحب كل الجلوكوز مرة ثانية للدم، لكن إذا وصل الجلوكوز بالدم إلى حاجز 180 تصبح القدرة على الاسترجاع للجلوكوز وصلت إلى حدها الأقصى، فأي زيادة بالجلوكوز تعبر من الجلوماريولاي لن تتمكن الرينال تيوبيول من إعادة سحبها، فالجلوكوز يضيع مع البول. بمعنى آخر اللي أريدكم تستنتجوه أنه الشخص إذا كان اليورين عنده خالي من الجلوكوز هذا ليس ضمانا أنه ليس مصابا بالدايابيتس. يجوز مصاب بالدايابيتس والسكر عنده 160، عند السكر 170 ميلي جرام بير ديسي لتر، ما زال لم يظهر في البول لكن هو أعلى بكثير من حاجز 125 أو 129، so he is diabetic. فالاعتماد هو أكثر على البلد سامبل وليس على اليورين سامبل. طلاب قد يسألون كم ممكن أن يوصل الجلوكوز عند هؤلاء المرضى اللي معدوم عندهم الإنسولين؟ لا تستغربوا لو أقولكم في بعض المرضى قسنا عندهم الجلوكوز ووصل إلى 1200 ميلي جرام بير ديسي لتر خلال أيام بسيطة من انقطاع أخذ الإنسولين أو إنسولين بجرعة قليلة، وأكثرها تكون نيجلكت، يكون الإنسولين عنده خلص وما كان مهيئ كمية من الإنسولين ومشتريها من الصيدليات لأخذ الجرعة اليومية، ويتأخر يوم يومين على أساس لما يشتري وتتوفر عنده الكمية ثم تبدأ المصيبة بالظهور. ماذا سيترتب على وجود هاي بلاد جلوكوز؟ الجواب كما ذكرنا في السلايد السابق، سيحصل عنده ديهايدريشن، أوزموتيك دايوريسيز، انتراسيلولار اند اكستراسيلولار ديهايدريشن، وثيرست سنسيشن. القاسم المشترك بين التو تايبس اوف دايابيتس ولو اكثر بالتايب 1 لما سنين تعدي وعنده هاي جلوكوز، خاصة إذا كان علاجه سيء وما مضبوط عنده الجلوكوز، ماذا سيحصل لمريض السكر اللي يهمل نفسه؟ الجواب لح تحصل الكومبليكيشن الآتية، لح تحصل structural changes in blood vessels and inadequate blood supply to the tissue. الارتريوسكليروسيز على القلب حتأدي إلى myocardial infarction، على شرايين الدماغ حتأدي إلى CVA يعني Cerebro Vascular Accident أو جلطة دماغية. إذا قل الدم في شرايين الكدني حيصير Renal Disease وعجز كلى. إذا قل الدم اللي ذاهب في الشرايين الذاهبة للعين سيحصل عنده Retinopathy and Blindness. إذا الفيمورال آرتري صار بيه الارتريوسكليروسيز وقل الدم اللي ذاهب للساقين حيصير عنده ليمب جانجرين، وتبدأ أصابع القدمين بالبداية واحد من الأصابع يبدي يسود ثم يموت، وهذا احنا نسميه الجانجرين، وبعدين إذا مات الأصبع لا فائدة ولا حل سوى بعملية البتر يعني amputation. It also can lead to peripheral neuropathy and autonomic nervous system dysfunction. هذه ظاهرة واضحة جدا عند مرضى السكر اللي هاملين حالهم، انه الاعصاب المحيطية لا تعمل بشكل طبيعي ولا تنقل السيجنال بشكل طبيعي والريسبترز ما تشتغل بشكل طبيعي. فخلينا ناخذها على النوعين، في الاعصاب اللي نحس بيها اللي هي somatic nerves، وفي الأعصاب اللي ما نحس بيها اللي مربوطة بالأوتونوميك نيرفس سيستم. فمثلا نأخذ الأعصاب اللي نحس بيها، شعوره بالأطراف قد يكون ضعيف، فتشوف مثلا مريض الدايابيتس ممكن يصير عنده وخز في قدمه وما يحس بالوخز بشكل جيد، وتدخل البكتيريا للمنطقة ثم يصبح عنده التهاب شديد في منطقة القدم، والالتهاب شديد سببه مو فقط دخول البكتيريا، سببه كذلك انه الدم اللي يجي للمنطقة قليل لان الارتري صار بها ارتريوسكليروسيز، ومع قدوم الدم تأتي الكريات البيض، باعتبار الكريات البيض المدافعة في المنطقة قليلة اذا يستفحل الهجوم ويحصل التهاب شديد في القدم، وهذا مخيف جدا
وهاي اللي يسموها الديابيتك فوت، ويصير تعفن في الرجل ورائحة كريهة جدا لا تحتمل في الغرفة اللي فيها المريض، وعلاجها صعب إلى أقصى الحدود لأنه لازم تعطي أنتيبايوتكس بجرعة عالية وغسول خارجية وإجراءات أخرى حتاخذوها في الميديسن، ولو ما نفعت راح يصير كذلك جنجرين ويصير امبيوتيشن. الشعور الضعيف احيانا في بعض مرضى السكر ممكن يكون هو مدخن، يمسك السيجارة شبه حتخلص وحتكوي اصابعه وهو ما يحس بالكوية، فتشوفون بقع صفراء في اليد بسبب كويات مستمرة من السيجارة اللي ما يشعر بها بشكل جيد. اما الاعصاب اللا ارادية اللي ممكن تتأثر، اللي تأثر على الأوتونوميك نيرفس سيستم، فيصير impaired cardiovascular reflex، يعني الإنسان الطبيعي إذا نايم ووقف المفروض يتحس البيرو ريسبترز ويصير تعديل بالضغط ويصير ارتفاع في الهارت ريت، كلها تتأثر قد ما تشتغل هاي الرفلكسز بشكل طبيعي. البلادر قد ما يصير فيها كنترول فيبدي يتبول على نفسه ويصير عنده تنقيط، ودكريز بالسنسيشن بالإكستريميتيز كما قلت، وأمور كثيرة أخرى حتاخذوها بالتفصيل إن شاء الله في الميديسن مستقبلا. كل هذه هي من أعراض الدايابيتس المهمول اللي مأثر على الإنسان. So this type of diabetes mellitus is commonly associated with hypertension. دائما مرضى السكر عرضة للهايبرتنشن. السبب بسيط، انه الاثيروسكليروسيس للكدني لح يؤدي الى قلة الدم اللي واصل للكدني، حيزيد مثلا من افراز الرنين، حيزيد افراز الانجيوتنسين 2 يتكون، ثم يصير عندنا هايبرتنشن. و الاثيروسكليروزس في العادة سبب انه يصير secondary to the abnormal lipid metabolism. ننتقل الان الى type 2 insulin type 2 diabetes mellitus. It is the non-insulin dependent diabetes mellitus. وهذا النوع هو النوع الشائع من الدايابيتس mellitus في المجتمع. في الغالب هذا النوع يأتي بعد السيندروم اكس او الميتابوليك سيندروم. اللي سيندروم اكس يعني يتميز بميزات حنذكرها الان بعد قليل، و 80 الى 90% من المرضى اللي يصابون بهذا النوع من الدايابيتس اللي هو التايب 2 اللي هو الشائع في المجتمع هم يكونون overweight. رجاء انتو كطلاب طب لازم تعرفون كيف تحسبون اللي هو عنده زيادة بالوزن. الوزن المثالي تعتمد على انه وزن الانسان يتناسب مع طوله. اظن يمكن درستوها في الكوميونيتي ميديسن او ايضا في مواضيع اخرى، كيف تعرف الوزن المثالي بالنسبة للطول المثالي؟ الجواب البودي ماس اندكس تحسبه، وهو انه تأخذ الوزن بالكيلوغرام، تأخذ طول الانسان بالميتر. يعني اذا الانسان طوله 175 سنتيمتر تكتب 1.75 1.75%. تربع الطول تسوي كسر، تضع في البسط الوزن، تضع في المقام الطول تربيع. فإذا قسمت وزن الإنسان على مربع طوله بالأمتار القيمة المثالية يجب أن تكون الجواب بين 20 إلى 25. فإذا البودي ماس إندكس كان بين 20 والـ25 هذا هو الوزن المثالي للطول المثالي هذا. لكن إذا طلعت القيمة فوق أعلى من 25 إلى 30 نقول هذا الإنسان overweight. إذا أكثر من 30 he is fat، هذه بدانة. فلاحظوا أنه كل ما يزداد الإنسان سمنة تقل
الريسبتورز للإنسولين على سطح الخلية وتقل السنسيتيفيتي للريسبتورز الموجودة وتحصل حالة إنسولين ريزيستنس. هكذا تبدأ كميتابوليك سيندروم لما الديابيتس لسه ما ظهر، ويكون الجلوكوز قد ارتفع في جسم هذا الإنسان إلى يكون بالبداية بري ديابيتك. إذا استمرت الحالة بعد سنوات يظهر الديابيتس الرسمي ويتحول إلى ديابيتك، وهذا هو التايب 2. فإذا الفيتشرز of the metabolic syndrome، أول الفيتشرز هي الأوبيسيتي، الزيادة في الوزن، وبالذات الزيادة في منطقة الكرش، في منطقة البطن اللي احنا نسميها central obesity، لان في ناس عندهم زيادة بالوزن لكن يكون الشحم متوزع بتناسق في الكتفين، في اليدين، في الساقين وفي البطن، لكن لما شكله يكون مثل ما يقولون يشبه التفاحة، يعني مستدير من الوسط، فهذه احنا نسميها central obesity. فإذا واحد نريد نعرفه عنده central obesity أم لا، جيبوا 100 متر للقياس، شرائط المتر القياسية اللي يستخدموها الخياطين، وأخذ محيط البطن وأشوف قديش، وأخذ محيط الورك، يعني خلي الشريط، أخذ القياس الآن المحيط على من منطقة الإليك كريست من الجنبين، المفروض يكون المحيط على منطقة الورك بالحوض الإليك كريست من يعني تأخذ المنطقة هذه، يجب أن يكون أكبر من محيط البطن. وبعبارة أخرى في الغالب لازم يكون عند الرجال أقل من 100 أو 90 سنتيمتر المحيط البطن، ما زاد عن ذلك هذا عنده central obesity. يتميز مريض الميتابوليك سيندروم انه عنده انسولين ريزيستنس كما ذكرنا، راح تبدي عنده فاستنج هايبرجلايسيميا، اذا اخذنا له الفاستنج بلاد شوجر صباحا بعد صيام الليل حيطلع اعلى من 100. عنده ليبيد ابنورماليتيز، ميزتها انه عنده الهاي ترايجليسرايد عاليه، والكوليسترول الجيد اللي هو الهاي دنسيتي لايبوبروتين يكون منخفض، في حين الكوليسترول السيء اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتين يكون مرتفع. في الغالب تكون بادي عنده هايبرتنشن وبداية اثيروسكليروسيز with abnormal function of the vascular endothelium. الموضوع طويل ممكن نجاوبكم عليه في أسئلة أخرى، لكن الآن نكتفي بهاي المعلومة. الإحصاءات تقول أنه أغلب مرضى الديابيتس من هذا النوع يظهر بعد سن 30، بعد سن 35، طبعا هذا الرقم خفضنا الآن، في قبل 30-40 سنة كانوا يقولون بعد سن 40، لكن بسبب تفشي ظاهرة السمنة في المجتمع، وليس مجتمع العالم العربي فقط بس في كل مجتمعات العالم تقريبا، خاصة في أمريكا وأوروبا، بعد زيادة الاعتماد على الجانك فود والأكل الجاهز اللي أخذوه واللي أكثر دهون وغيره، زادت ظاهرة الميتابوليك سيندروم. ظهور المرض يبدأ تدريجيا، ما يظهر أونست فجائي كما يظهر في الجوفينيل دايابيتس، فجأة الطفل ينام سليم يصبح ثاني يوم دايابيتك لأنه دمرت البيتا سيلز بالأنتيبوديز في الجوفينيل دايابيتس. هنا الظهور تدريجي يأخذ سنوات ثم يظهر، لهذا سمي أدلت أونست دايابيتس. التايب 2 دايابيتس له علاقة وراثية قوية، كل الإحصاءات تقول إذا كان الأم والأب يشكون من دايابيتس احتمال 40% أو أكثر سيظهر الدايابيتس في الأولاد. مخالف لحالة التايب 1 اللي هو يعني التايب 2 ما لديه إنسولين لكن هناك ريزيستنس للإنسولين، ولأنه الخلايا لا تستجيب فالبنكرياس يتصور أنه الإنسولين الديفرز ما دي يكفي، لأن البيتا سيلز حست وجود جلوكوز عالي في الدم،
جلوكوز عالي في الدم علاجه بالنسبه للبيتا سيلز ان تفرز انسولين. فالبيتا سيلز ستزيد من افراز الانسولين عن الحد الطبيعي علّه الخلايا تستجيب ككومبنساتوري ميكانيزم. النتيجه راح يحصل عندنا حاله هايبر انسولينيميا. يعني كيف نميز بين تايب 1 وتايب 2؟ تايب 1 اذا تفحص البلازما لا يوجد انسولين، تايب 2 تلقي فيه انسولين اعلى من الطبيعي، هايبر انسولينيميا. هذا حصل ككومبنساتوري ميكانيزم. الان والنقطه الاخيره في هذا السلايد، ديسبايت فاستنج هايبر انسولينيميا، رغم وجود الهايبر انسولينيميا الكبد لا يستجيب للانسولين اللي موجود بسبب الريزيستنس، ولانه لا يستجيب ستستمر عمليه الجلايكوجينولايسيس وسيستمر تدفق الجلوكوز من خلايا الكبد الى الدوره الدمويه، وهذا ما يسبب الاليفيتد فاستنج بلاد شوجر لما نفحص المرضى. This diagram shows you the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. ما شرحناه قبل قليل متوضح في هذا السلايد، اللي هي environmental factors مثل زيادة الوزن، السمنة، أو هناك استعداد وراثي. في الحالتين حيصير عندنا insulin resistance. الانسولين resistance على العضلات تقلل الجلوكوز uptake، والليفر مستمر بإطلاق الجلوكوز، هذا حيؤدي إلى هايبرغلايسيميا وستظهر كل علامات التايب 2 دايابيتس. أظن الدياجرام واضح. نستمر مع التايب 2 دايابيتس ميلايتس. السؤال اللي دائما يطرح، بدأ التايب 2 وبدأ البنكرياس يفرز زيادة من الانسولين ككومبنساتوري ميكانيزم، كم يستطيع ان يصمد؟ هل ممكن لهذا المصنع اللي هو البيتا سيلز ان تستمر بافراز كميات مضاعفة من الانسولين ككومبنساتوري ميكانيزم؟ الجواب، ستصاب البيتا سيلز بالانهاك ولن تستطيع الاستمرار في يعني الإفراز بكميات كبيرة ولمدة طويلة إلى الأبد، فهذا راح يؤدي إلى الارتفاع في الهايبرغلايسيميا شيئا فشيئا، وحالة الدايابيتس حتسوء مع الوقت. هذا فشي معروف في مرضى الدايابيتس. من الأسئلة اللي تسأل كذلك، ما سبب الإنسولين ريزيستنس المصاحبة للبدانة؟ الجواب غير معروف، لكن المعروف أنه أو يظن أنه هناك داون ريجوليشن، يعني قلة في عدد الريسبترز اللي موجودة على السكليتال مسلز وعلى الليفر وبالأديبوس تشو في حالات البدانة. ولهذا خط العلاج الأول لمرضى الدايابيتس للي عندهم زيادة بالوزن أن نطلب من عندهم أن يقللون وزنهم. كثير من مرضى الدايابيتس بمجرد ما يقلل وزنه رأسا تتحسن حالته، وما يفرز في جسمه من إنسولين يصبح كافي، الريسبونسيفنس تزداد، ويمكن حتى ما يحتاج علاج. بس هذا ما ينجح إلا في الفترات الأولى من ظهور الدايابيتس. الحالات المتأخرة جدا لا، حنحتاج للدواء مستمر لكنه حنقلل الجرعة، فخلوا هاي في بالكم. كم يستطيع البنكرياس التحمل لأي فترة؟ تختلف من إنسان لإنسان. اللي عندهم استعداد وراثي الانهيار عندهم أسرع من اللي استعدادهم الوراثي أقل. يعني اللي عنده أمه وأبوه اثنينهم دايابيتس حتكون الحالة عنده أسوأ، وقدرة تحمل البنكرياس عنده أقل مما إذا كان أمه لوحدها دايابتك أو أبوه لوحدها دايابتك. طبعا ليس شرطا أن يكون الأم أو الأب، أحيانا تكون الأخوال والخالات نفس الشيء. أنا هكذا شفت في حياتي التطبيقية، فهذه نقطة أيضا يجب أن توضع في البال. من المعلومات اللي قد تأخذوها في الميديسن أنه لما يبدأ الانهيار ستبدأ البيتا سيلز المنهارة التعبانة بالموت،
وستبدأ عدد خلايا البيتا سيلز تموت شيئا فشيئا في البنكرياس بعد الانهيار. بعض العلماء قدروا الموت تقريبا 10% كل سنة، يعني بعد 10 سنوات من الديابيتس الشديد المهمول توقعوا انه مريض التايب 2 يصبح كمريض التايب 1، سيكون له بنكرياس لا يحوي بيتا سيلز او بيتا سيلز قليلة جدا لا تكفي، ونضطر ان نقلبه للعلاج على الانسولين يصبح حال التايب 1 لا فرق. Because patients with type 2 diabetes do not have an absolute insulin deficiency, they are less prone to ketoacidosis. هاي من الفروق الواضحة بين type 1 و type 2. Type 1 بمجرد ما نعطي انسولين بعد ساعات يبدي عنده الketoacidosis والketone bodies تتكون في جسمه. Type 2 عنده انسولين لكن عنده نقص، فتكون الكيتو اسيدوسيس يكون ياخذ فترة اطول او ظهوره يتعطل اكثر، يظهر لكنه ليس بشدة ما موجود في تايب 1. In early stages type 2 diabetes can be effectively treated with exercise, caloric restriction and weight reduction. احب اعقب على هذه النقطة اكثر. ذكرنا قبل قليل انه تنزيل الوزن من العلاج الممتاز لمرضى الدايابيتس في البداية، وكذلك الاكسرسايز، لان كثير من الناس يتصور حينزل وزنه بتقليل الطعام فقط، هذا حلم. نقصان الوزن حقيقة ما يكون افكتيف الا بالحمية مع الاكسرسايز. لكن اريد اتكلم بالنسبة للتايب 1. تايب 1 اللي هو في الأطفال، والأطفال معروف أنه يتحركون ويلعبون بكثرة. فيا عزيز الطالب مستقبلا عندما تتخرج وتكون طبيب، لا تعطي للطفل إنسولين بحيث تأمل أنه تنزل الفاستنج بلاد شوغر للنورمال اللي هو حوالي 100. ترى هذا النزول كبير وخطر عند الأطفال. لماذا؟ لأنه الأكسرسايز يساعد على دخول الجلوكوز إلى داخل الخلايا ويقلل الجلوكوز بالدم، ولأنه الطفل كثير اللعب، فإذا انطيته إنسولين اللي ينزل لل 100 ويلعب بكثرة ترى حيصير عنده هايبوغلايسيميا ويدخل في حالة هايبوغلايسيميك أتاك. فاللي حيصيرون من عندكم أطباء أطفال حتشوفون انه تايب 1 دايابيتس نعطيهم انسولين ولكن نخلي الحد الادنى ينزل عند الفاستنج لل 120 او لل 140 اتس اوكي، لان نعرف انه النزول الباقي حيكون مع الاكسرسايز لانه الطفل يلعب. حبيت اعطيكم هالمعلومه اللي حتاخذوها بالبيدياتريكس مستقبلا. كذلك في نقطه يمكن البعض يسالوها، يقولون انت قلت انه التايب 1 حوالي 5% والتايب 2 قلت 80-90%، ما زلنا لم نصل الى 100%، هل هناك انواع اخرى من الديابيتس؟ هناك نوع خاص من الديابيتس ميلايتس اللي هو تايب 2، وهذا حدرسوه في النسائية والتوليد اللي هو اسمه جاستيشنال ديابيتس. بعض النساء بمجرد ما يصير عندهم حمل يصير عندهم type 2 diabetes، وبمجرد ما تلد وينتهي الحمل يختفي الديابيتس. هذا النوع من الديابيتس نسميه gestational diabetes mellitus. السبب هو افراز بروستوغلاندينز وغيرها من اللي تؤدي الى حصول الدايابيتس ميلايتس وانسولين ريزيستنس، ونعطيهم نفس علاج الدايابيتس ميلايتس تايب 2، وقد نعطيهم كذلك انسولين اذا ما فادت الادوية اللي عن طريق الفم. لكن احب اقول لكم شيء عرفناه من التجربة، كل سيدة حامل يظهر فيها الدايابيتس وهي في عمرها
عمر الحمل يعني في العشرينات من عمرها أو في الثلاثينات ثم تشفى بعد الولادة، سيظهر فيها الديابيتس بعد فد 20-25 سنة بعد الحمل. أغلب هؤلاء النساء شفناهم يصير عندهم ديابيتس تايب 2 فعلي، وذلك بعد يعني حيكون بعد سن 40 مثلا. فهذا كأنما الجستيشنال ديابيتس هو إنذار مبكر، يعني توقعي أن يظهر لديك الديابيتس مستقبلا 20 years on the road. الآن بعد هذه المقدمة واللي درسنا لكم إياه عن الميكانيزم مال الإنسولين سيكريشن، تقدرون تفهمون الخطوط العلاجية الكبرى اللي نستخدمها في علاج الديابيتس غير الإنسولين. إذا كان الإنسولين ديفلز البنكرياس لا يكفي، خط العلاج الأول نزيد ونساعد البنكرياس على إفراز المزيد من الإنسولين by increasing مثلا الإنسولين sensitivity بأدوية مثل الميتفورمين. السلفونيليورية ذكرناها في المحاضرة السابقة كيف إنه يسوي بلوكينج للبوتاسيوم channels فيؤدي إلى depolarization، يفتح الكالسيوم channel ودخول الكالسيوم يؤدي إلى أطلاق المزيد من الإنسولين. من خطوط العلاج الجديدة الحديثة إنه ننطي drugs that mimic تشبه the action of the incretin اللي هو glucagon like peptide 1 اللي يسوي stimulation للبيتا سيلز ويزيد إفراز الإنسولين. فمن الخطوط العلاجية الحديثة أن ننطي الإنكريتينز، أو من الخطوط العلاجية الحديثة أنه ننطي إنهيبيتر للإنزيم اللي يدمر الإنكريتينز، حتى الإنكريتينز مثل الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 أو الجاسترين إنهيبيتوري بيبتايد تظل موجودة في الجسم لفترة طويلة لا تدمر، وهذا ستؤدي إلى برولونجيشن إنفكت على البيتا سيلز ويؤدي إلى زيادة إفراز الإنسولين and improve the control of blood glucose levels. فلاحظوا إذا فهمتوا الميكانيزمز من الفيزيولوجي حتفهمون خطوط العلاج. القسم الأخير من القصة هو physiologically how can we diagnose the presence of diabetes mellitus، كيف نشخص؟ الجواب التشخيص حاليا اعتماد على المعلومات الفيزيولوجية اللي عطيناكم اياها تعتمد على الآتي. اولا نفحص هل يوجد جلوكوز في اليورين، يعني testing for the positive urinary glucose. حديثا نستخدم ما يسمى الديبستيك تيست اللي هو شريط يغمس في اليورين اللي يعطي المريض، اذا كان في جلوكوز يتغير لون الشريط، ومن شدة التغير في اللون نقدر نعرف مستوى الجلوكوز الموجود أو عدم الوجود. وكذلك الديبستيك بإمكانه أن ينطينا indication هل يوجد كيتون بوديز أو لا توجد كيتون بوديز. الدياجرام الموجود يشرح لكم. الفحص الثاني اللي نشخص فيه الديابيتس هو الفاستنج بلاد شوغر and insulin levels، يعني نطلب من الشخص أن يتعشى مبكر ثم يأتينا صائم صباحا ونأخذ منه blood sample، هذا حنسميه fasting blood glucose level. إذا طلع القيمة بين 70-90 ميليغرام بير ديسيليتر والحد الأعلى قبلوا الحد 99 هذا normal. بعض الكتب قد تصعد بالنورماليتي إلى 110 لكن مو أكثر من ذلك. أكثر من ذلك البعض الكتب حتقول diabetic، البعض الآخر تقول لا اعتبروه هذا pre-diabetic، هذا على أكثر metabolic syndrome، ولكن إذا عبر 120-125-129 حيعتبروه diabetic definitely. هذا بالنسبة للfasting blood sugar. للتمييز بين type 1 و type 2 نفحص الإنسولين، إذا كان الإنسولين منخفض هذا type 1، إذا كان الإنسولين مرتفع هذا type 2، as simple as that. بعدين
اعترض بعض الأطباء والعلماء على أنه الفاستنج بلاد شوغر ما يكشف شيء. لماذا؟ لأنه المريض الدايابيتس حقيقة من يبدي عنده مشكلة، قصدي خاصة التايب 2، عنده مشكلة في إفراز الأنسولين. فمريض الإنسان الطبيعي إذا أكل يرتفع عند الجلوكوز ثم يعود بشكل طبيعي إلى منسوبة بعد ساعتين. مريض الدايابيتس إذا أكل يرتفع لكن ما يعود إلى منسوبة بعد ساعتين، يعود إلى منسوبة يمكن بعد 6 ساعات. فيقال إنه إذا أنت طلبت من الشخص أن يأتيك فاستنج والليل كلما ماكل ثم يجيك الصبح وفاستنج فد 10 12 ساعة، حيطلع نورمال ويبدو إنه نورمال. فهذا ما حيكشف إذا كان الدايابيتس بعد في أوله وفي البداية. فقالوا نستبدل التيست بتيست نكشف بيه هل يعود الجلوكوز إلى منسوبه الأصلي بعد ساعتين أم لا يعود. هذا هو فكرة الجلوكوز تولرانس تيست. فيأتي الشخص صائم ثم نعطيه إحنا جلوكوز يتناوله بشكل عصير، كم نعطيه، كم وزن جسمه، ونعطيه 1 مللي جرام اوف جلوكوز فير ايتش كيلو جرام بودي ويت. فننطيه اياه بشكل عصير وبعدين يشرب هذا العصير، ونبدي كل نصف ساعة نفحص ايش قد الجلوكوز في دمه. نورمالي حيصعد الجلوكوز الى 120 140 مللي متر سوري مللي جرام بير دي سي لتر، ثم يعود خلال ساعتين. اما اذا كان هو دايابتك فيمكن ما يرجع الا بعد 4 ساعات او 6 ساعات. فنكشف اذا كان هو بري دايابتك او دايابتك بعد في اوله، نكشف هاي الحالة. الدايابتك هو دائما وابدا حقيقة اذا كان فرانكلي دايابتك من البداية حيكون القياس عنده اعلى من 120 او اعلى من 110، ثم يرتفع ثم لا يعود الا بعد فد 6 ساعات. أحيانا الشخص نزل وزنه أو سوى حمية خلال 2 3 أسابيع ويبدو بالقياس الفاستنج إنه جيد، فيفرح ويبدي يرجع يتناول الطعام ويظن إنه هو شوفي. فدخل فحص جديد اللي هو اسمه Glycated Hemoglobin Test أو HbA1c. هذا الفحص اللي يسموه الناس عرفا في المجتمع تسمعوه يقول لك قاسولي السكر التراكمي. طبعا هي القضية ببساطة انه نسبة قليلة من الهيموغلوبين ممكن ان ترتبط بيها الجلوكوز. فاذا قسنا اشقد من الهيموغلوبين مربوط بالجلوكوز، هذا هو التست اللي حيكشف لنا اذا كان في الأسابيع ال6 أو ال8 الماضية هل كان الجلوكوز عنده جيد خلال هذه الفترة أم كان، لأن أحيانا يصعد ينزل، لكن إذا صعد وحيربط بالجلوكوز حيظل رابط بالجلوكوز وحيكشف هذا الصعود حتى لو كان قبل فترة. وباعتبار أنه الكرية الحمراء عمرها يعني 120 يوم، فالهاف لايف تبعها 60 يوم، ثم تموت ويختفي هذا الهيموغلوبين اللي كان مرتبط به بالجلوكوز. فلن نكتشف إذا كانت مرتبط بقيمة عالية ثم ماتت ذيك الخلية. فإذا كمعدل نقول يعني إذا قسنا الهيموغلوبين وشفنا نسبة ما مربوط به من الجلوكوز كان 5% فما دون، هذا إنسان طبيعي. أما إذا كان أعلى من 7% definitely معناها كان الجلوكوز عالي خلال ال6 أو 8 أسابيع اللي فاتت. الإنسان اللي بين أو pre diabetic حتكون القيمة عنده أقل من 7 لكن شوية أعلى من 5. تريتمنت اوف دايابيتس، اكيد هذه المعلومات حتاخذوها بشكل تفصيلي اكثر من قبل اساتذة الفارماكولوجي،
لكن أنا حأعطيكم الخطوط العامة from physiological point of view، والتفاصيل الخاصة تترك لأساتذة الفارماكولوجي. التريتمنت اوف تايب 1 محكومة منتهية، لا يوجد انسولين، فليحتاج اكزوجينوس انسولين. وكما ذكرت لكم في السلايدات السابقة، قبل 30-40 سنة كنا ناخذ الانسولين المستخلص بروساين اور بوفاين انسولين. بروساين يعني من الخنزير، بوفاين يعني من الابقار. لكن حاليا نجحت التكنولوجيا انه نصنع هيومن ريكومبيننت انسولين اللي عن طريق البكتيريا، وبذلك يعني اصبح عندنا انسولين رخيص، وما ما في مشكله انه نستخدم انسولين مثلا ماخذين من الابقار وبعدين جسم الانسان يعتبر هذا غريب ويقوم يصنع انتي بوديز اجينست ذا انسولين. فالحمد لله هذه المشكله تجاوزناها. وكما ذكرت لكم انه الانسولين بشكل العادي او السولوبل انسولين يعمل لفتره قصيره اللي هي قد تكون يعني ساعتين 3 ساعات، لكن الآن هناك أنواع متعددة من الإنسولين اللي يوصل إلى 8 ساعات، اللي يوصل إلى 10 18 حتى 48 ساعة. حتفهمون هاي التفاصيل في الميديسن مستقبلا. البيرسن اللي عنده تايب 2، كما ذكرت لكم العلاج المثالي في البداية أنه يسوي وتقليل وزن، حمية مع اكسرسايز. مع الأسف الشديد دا لاحظ ترند في المجتمع، دي يلجؤون إلى عملية قص المعدة. ببساطة يقول لك أنا ما أستطيع وما عندي القدرة على أن أمنع نفسي من الأكل، أنا لا أحب هذا البروسيجر. إذا ما نفعت عملية الدايتينج والأكسرسايز لوحدها، نضطر أن نعطي عوامل مساعدة. فإما أن تكون الأدوية اللي تزيد السنسيتيفيتي للإنسولين للخلايا مثل الميتفورمين، او ننطي ادوية اللي تسوي ستيميوليشن للبيتا سيلز حتى تنتج المزيد من الانسولين مثل السلفونيليوريا، الانكريتين، او الانهيبيترز للانزيمز اللي تدمر الانكريتين، وهكذا اللي تكلمنا عنها. نضيف شيء انه كاطباء انتم للمستقبل، باعتبار المشكلة ليست مع الجلوكوز فقط وانما كذلك مع الليبيد ميتابوليزم، وانه الكوليسترول حيرتفع ويرتفع اللو دنسيتي لايبوبروتين وينخفض الهاي دنسيتي لايبوبروتين. فالان معظم الاطباء most physician also prescribe lipid lowering drugs to help prevent these disturbances. اظن هاي المعلومات كافية، واساتذة الفارماكولوجي حيكملون الكلام في هذا الموضوع. As usual, I give you a question to test your thinking and understanding. وأحب أعرف كم ذكائكم وقدرتكم على الاستنتاج. فهذا هو سؤال المحاضرة اللي تخص الدايابيتس. اقروا بعناية واقرأوا وافهموا ما بين السطور، وإن شاء الله تتوصلون للحل الصحيح. I wish you good luck and السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.